السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم، أما بعد، فإن الحياة فيها جانبين، جانب يتعلق بدين الإنسان وأصل ذلك إيمانه بالله تبارك وتعالى ورضاه بقضائه وقدره وتوكله عليه وذكره وعبادته وتقواه، فهذا هو أصل ما خلقت الحياة من أجله وأصل وجود الإنسان، وهو ما تبنى عليه أمور الحياة الأخرى. والجانب الثاني هي جانب أعمال الحياة وما يقع فيها من المقادير والأمور، فهذه تجري بحسب تقدير الله تبارك وتعالى وبحسب حكمة الله عز وجل العظيمة في ذلك. وقد جعل الله تبارك وتعالى بحكمته وحسن تقديره أن الحياة تجري فيها المصائب وتجري فيها النقص، كما قال الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وهذه المصائب بفضل الله تبارك وتعالى لمن يؤمن بالله واليوم الآخر هي خير له، لأنها تكفر سيئاته، ولأنها تذكر بالنقص الموجود في هذه الحياة فلا يطمئن إليها وليست بدار استقرار تام، فيتذكر كل منا هذا الأمر ويفيء إلى ربه ويتفقد أحواله ونفسه ويحاول أن يحقق توبة نصوحا ويحاول أن يستدرك نقص في دينه وإيمانه وفي ذكره لله تبارك وتعالى، ويحاول أن يغير من الأمور الأخرى الحياتية أيضا التي في طباعه أو اعتادها، فيجعل هذه النقمة ويجعل هذه المصيبة سببا للتغيير للخير والاستعداد للقاء الرب والتطبع بالطباع الحسنة وبذل الأسباب الدينية والدنيوية المناسبة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: عجبت لأمر المؤمن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وإن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وليس ذلك للمؤمن. فيقبل المسلم والمسلمة على نفسيهما ويستعيذ من نزغات وهمزات الشياطين ويصفي ذهنهما وقلبهما ويتلقي هذه المصيبة العامة، وقانا الله وإياكم شرها، يتلقونها بالبذل الأسباب والتوكل على الله والتعاون مع السلطات المعنية والاستماع للإرشادات وعدم الدخول في مجازفات من أشياء يتطبب بها أهل الجهل، ولا أيضا يستمعون إلى كلام أهل الضلال والبدع والأهواء والانحراف ممن يستغرقون أوقاتهم في التفسيرات السياسية لمثل هذه الأشياء وأسبابها. فالعاقل المشفق الناصح للدين والإيمان والسنة دائما تكون أحواله على خير، لأنه يتقي الله في كل حال وفي كل زمان وفي كل ظرف، فأي مصيبة تقع عليه تتحول إلى خير بتكفيرها لسيئاته بانتباهه من غفلته، وهكذا يصبح هذا الأمر المؤلم وهذه يعني المصيبة العامة تصبح في حق ذي الدين والإيمان خير، وتكون سببا في أن ينتهض من كسله وأن يقوم من غفلته وأن يقبل
على الأشياء التي قد فرط فيها، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا وإياكم من شر هذا الوباء، وأن يحسن العاقبة فيه، وأن يجعل هذه المصيبة سبب خير لنا وفتح أبواب خير وإيمان وعلم ورضا بالله واستسلام له ولقضائه ولقدره والاستعداد للقائه. والله يصلح أحوالنا جميعا ويوفق إلى ما فيه رضاه، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، the following is a translation of a brief advice sent by Sheikh Ahmed Al-Subai'i, حفظه الله. He begins by saying, "All praise is due to Allah, and Allah's peace and blessings be upon His final messenger and His family. To proceed in life, there are two sides. One side that has to do with the belief or creed of a person, and the origin of this is his faith in Allah tabaraka wa ta'ala, and his being pleased with Allah's decree, and relying fully upon Allah, and remembering Him, and worshipping Him alone, and fearing Him by fulfilling His commands, and staying away from His prohibitions. For this is the foundational purpose behind the creation of life, and the presence of mankind, and it is what all other matters of life are built upon. The second side of life has to do with the everyday matters of life, and what occurs in it of Allah's decree, and these things occur in accordance to Allah's wisdom, and Allah tabaraka wa ta'ala, with His ultimate wisdom and decree, made life with the inclusion of calamities and loss. As Allah tabaraka wa ta'ala says in Surah Al-Baqarah, "And certainly we shall test you with something of fear, hunger, loss of wealth, lives, and fruits. But give glad tidings to the patient ones, those who, when afflicted with calamity, say, 'Truly to Allah we belong and to Him we shall return.' They are those on whom are the blessings from their Lord and His mercy, and it is they who are the guided ones. These calamities, by the grace of Allah, tabaraka wa ta'ala, for those who believe in Allah in the last day, are a source of goodness for him, because it is a means of the expiation of his sins, and because it is a reminder of the deficiencies of this life. So he doesn't find satisfaction in it, and remembers that this worldly life is temporary. So it is upon us all to remember these things, and to return back to our Lord, and to examine ourselves and our affairs, and to try to sincerely repent to Allah Azza wa Jal, and work on deficiencies in our deen, our iman, and our remembrance of Allah tabaraka wa ta'ala, and to also try to change other matters in our lives that a person does normally or out of habit, and make this punishment or calamity from Allah a reason or a cause for positive change and preparation for our meeting with our Lord, and adorning ourselves with good traits, and taking the suitable religious and worldly means. As the Messenger, peace and blessings be upon him, said, 'How wonderful is the case of a believer! There is good for him in everything. If adversity befalls him, he endures it patiently, and that is better for him. And if prosperity attends him, he expresses gratitude to Allah, and that is better for him. And this only applies to a believer. So the Muslim and the Muslimah must be dedicated and devoted, and seek refuge in Allah from the evil whispers and suggestions of the shayateen, i.e. the devils, and to clear their minds and hearts, and to receive this general calamity, may Allah protect us all from its harm, by taking the means and relying upon Allah, and cooperating with the concerned authorities, and listening to the safety guidelines, and refraining from risky or hazardous things that the people of ignorance use as a means of medical treatment, and also refraining from listening to the speech of the people of misguidance and innovation and desires that just waste their time with politics. So the reasonable person and advisor to the deen and iman and the sunnah, his affairs
are always upon goodness, because he fears Allah in all situations and at all times. So any calamity that befalls him turns into something good through the expiation of his sins and his becoming aware of his heedlessness. And it is in this way that such a painful thing and such a general calamity can become something good and a cause of awakening from one's laziness and heedlessness and attending to the things that one was negligent of. So we ask Allah Tabaraka wa Ta'ala to protect us from this harm, from the harm of this disease, and to make its outcome good, and to make this calamity a means of goodness for us and opening of the doors of goodness and iman and knowledge and the pleasure of Allah and full submission to him and his decree and preparation for the day we will surely meet him Azza wa Jal. And may Allah rectify all of our affairs, and Allah knows best.